يوم مصر شعار الاحتفالية التي تضمنت معرضاً للصناعات الوطنية التي نظمتها إحدى المدارس بالقاهرة في ظل تنامي الصناعات المحلية والدعم الذي وفرته الدولة للصناع. أنا شغال في الحرف اليدوية، في النحاس والألباستر، في الحاجات دي. المعرض بالنسبة لي النهاردة شيء مهم أوي، إن أنا بعرف ناس أكتر عن منتجاتي اللي أنا بصنعها، دي من أهم أهدافي. أنا النهاردة كنت عندي حفلة، أنا غنيت ورقصت وغنيت اسكندرية أحسن ناس. الاحتفال كان بصراحة كان حلو، وكان فيه مشاهدات كثيرة قدامنا، كنا بنتكلم عن بلدنا مصر. تضمنت الاحتفالية على هامش المعرض فقرات فنية قدمها الطلاب تعبر عن قيمة مصر واحتوائها الثقافات والقامات المختلفة في كافة المجالات. الحفل بتاع الأولاد إبراز إمكانيات وطاقات الأولاد، إمكانيات قدرات اللي عندهم، عشان ما حدش يقول ده احنا أولادنا مستواهم أقل أو مستواهم مش واصل لمرحلة معينة. الحقيقة اللي بيبرزوا هذا الأولاد كونهم يعملوا هذا المهرجان الفني ويعملوا هذه الرسومات ومملوئين بالوطنية المصرية حاجة عظيمة جدا. المبادرة دي مبادرة عظيمة جدا، انه احنا يبقى عندنا مبادرات بتطلع من المدارس لدعم الصناعة الوطنية، لان هي المستقبل. احنا محتاجين نبني جيل قادر على انه يصنع المنتجات اللي احنا بنستهلكها بدل ما نستوردها، عشان نبقى دولة قوية قادرة على مواجهة كل التحديات. المشي على الكورنيش والبركة. مثل يوم مصر إحدى اللقطات في مشهد دعم الصناعة المصرية، وأثبت العارضون كذلك قدرتهم على منافسة جودة المنتجات المستوردة باللمسة المصرية المتفردة. مصنوعات يدوية مصنوعة بحرفية عالية، إضافة إلى الصناعات الغذائية ومواد التجميل وغيرها. معرض هام للمصنوعات المصرية اتساقاً مع اتجاه الدولة لدعم الصناعة المصرية وتشجيع الصناع المحليين. تيموثي إيهاب، إكسترا نيوز.